ما شاء الله. الله يوفقك يا حبيب عيني، يعطيك العافية، شكرا. المقدم العظيم والمدرب الجميل والأستاذ اللي أتعلم منها الكثير، أحمد السويري، يا مرحبا. أحمد السويري اليوم شرفنا ومنورنا، وكويس أن أخذنا من وقتك قبل السفرية وقبل الرحلة. يا مرحبا يا أحمد. أحمد، عشت معك سنوات طويلة جدا من النجاحات في قناة بداية الفضائية، اليوم نجاح جديد يسجل لقناة بداية، إيش شعورك في هالمناسبة؟ نقلة نوعية، أنا قلتها في تغريدة، هذه أحد المنتجات الجميلة وما هم ما زالوا في أسوار القناة، فما بالك إذا خرجوا، راح نشوف انطلاقة قوية، راح نشوف منتجات رائعة، شيء جميل جدا أن يخرج هذا المنتج السعودي من قناة بداية الفضائية، إن شاء الله بإذن الله يزاحم مهرجانات كثيرة جدا في السعودية ونشوف هؤلاء النجوم فعلا حقه حق. بيني وبينك، كم نسبة نجاحك؟ عفوا نسبة يعني آسف حماسك للنجاح. شوف أنا أتوقع، والله خلينا أقول، وما هو تحفيز ولا هو عملية مجاملة، لكن أقول إن شاء الله من 98 إلى 99% إن شاء الله. فعلك طيب يا حبيب عيني، وموفق يا أبو سويري، الله يحفظك. يلا اللي بعده، حبيبنا الغالي، حبيبنا بندر الشهري،